بعيدا من الإعلام، نفذت العملية الأمنية في سجن رومي فجر الاثنين فجائية كانت، بدأت نحو الخامسة صباحا لتنتهي قرابة التاسعة. اقتحمت القوى الأمنية من عناصر الفهود وشعبة المعلومات المبنى دال الذي نقل إليه عدد من الموقفين الإسلاميين منذ فترة. العملية لم تكن سهلة، إذ واجهها المساجين من موقفين إسلاميين وغيرهم بحرق عدد من أمتعتهم، إلا أن القوى الأمنية ضبطت الوضع وكبلت عددا منهم. حلقت طائرات الجيش في أجواء السجن معلنة انتهاء أعمال الشغب والتمرد. الكاميرات والصحفيون منعوا من تجاوز هذا الحاجز الأمني عند مفرق سجن رومي. أما وزير الداخلية نهاد المشنوق فحضر إلى السجن ليشرف شخصيا على العملية. ولحظة خروج موكبه من المكان استوقفناه فشرح ما حصل. انتهت وسيطرنا على السجن، انتهى الموضوع. صار حملة تمرد تانية، رجعنا منعناها لأنه بالتأكيد ما رح نقبل أنه يصير في إمارة برومية ولا إمارة بالبلد كلها. ما رح تتكرر التمرد؟ كيف تكون أكيد مع الوزير؟ بعد ما نخلص المبنى به بنصير أكيدين أكيد. تمسي أيار إن شاء الله. معقولة يجوا يحتجزوا عسكريين عن جديد؟ انتهى هذا الموضوع، بيصير مرة ما بيصير دايما. خصوصا أنه واضح أنه عم يستخدموا. في قرار مأخوذ بأنه ما في تكرار ولا إعادة لحكاية المبنى به ولأسطورة رومي. عدد من الإصابات سجل في صفوف القوى الأمنية بحسب المشنوق. خمسي من خلال عملية الاقتحام بسبب الحرائق أصيبوا بحروق بسيطة بأيديهم، وفي اثنين من العسكريين بالبداية من أصل 14 اعتدوا عليهم السجناء والباقي بخير ما في مشكلة. هذا وعلمت الام تي في أن عنصرين من الفهود أصيبا بحروق في عملية دهم المبنى دال ويتلقيان العلاج في مستشفى الجعيتاوي. إلى الآن انتهت العملية الأمنية الثانية في سجن رومي، فهل يكون هناك ثالثة ورابعة وخامسة؟ الجواب حتما لدى الأجهزة الأمنية من جهة، ولدى الجهات المجهولة التي لا تزال تسهل أعمال الشغب والتمرد للمساجين في سجن رومي. جويس عقيقة، MTV.